السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مرن والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مبارك yang berusaha pada Ustaz Ahmad Kamil, Tuan Imam kita yang dihormati Tuan Khairul Hassan Ismail Sendin, tuan-tuan puan-puan muslim-muslim sekalian rahimakumullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kemudian alhamdulillah pada malam Jumaat ini 14 Jumaatul Awal 14.44 Hijrah bersamaan 8 Disember 2022 masih dipanjatkan setinggi puji syukur kepada Allah SWT. Kita telah sama-sama berkumpul di surau kita ini untuk bersama-sama mengimarahkan majlis baca Yasin dan tahlil mingguan kita. Dan siang tadi kita mendapat satu khabar sedih yang kita terima dan hajatkan untuk pahala tahlil Yasin tahlil arwah ini dihadiahkan khusus untuk Alham Syarmilah binti Syamsuddin yang meninggal siang tadi, anak saudara pada kami kita. Jadi yang lain tu sangat yang nama-nama dari dulu tu pun sekali lah kita hadiahkan kepada mereka, sekalian mereka khususnya dan juga kepada rohi bapa kita, adik-adik kita, kaum kerabat sahabat dan jiran tetangga, tuan-tuan guru kita dan khususnya rakan-rakan seperjuangan kita dalam pasukan PDRM ini. InsyaAllah mudah-mudahan sampai pahala Yasin tahlil kepada mereka ada ganjaran untuk kita sebagai musolih dan doa kita untuk mereka diperkenankan Allah SWT. Jadi tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan majlis kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila tibbi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa karam musabidham thumma ila abi abahi wa ikhwani min al-anbiya wa sallallahu alaihi wa alihi ajma'in ولا ال كل وصحابتي والقرابتي والتابعين والتابع التابعين لهم بسن الى الدين ثم الى ارواح ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا واخوانا خالاتنا من مشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين من اصل روح المرحوم شرمله بنت شمسرين شكر الله الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما
ذكر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعدي من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به
به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألا
معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وفق ذكرك الغافلون وسلم على الله تبارك وتعالى عن سيدنا وأصحابه سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله أفضل عبد لا إله إلا الله حقا وصدقا لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
صابرين حمدا يوافينا ما هو يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا ثناء عليك كما أثنيت على نفسي فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأصل وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة حياة منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدمها ونوجه إلى حد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى أرواح أزواجي وذريتي وأصحابي والتابعين وتبع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صواب مثل ثواب ذلك مع مزيد ذلك ويسل إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وصل روح المرحوم شرم بنت سلسلين وصل روح المرحوم والمرحومات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعمدنا وخلقاتنا من مشايخنا.
وإخواننا في إهلهم وصلهم وفرهم ومتسبوا إليهم أجمعين. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، وجعل نورا يسعى ويعتلأ له بين أيديهم، وضائف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم، اللهم اجعله فكاكا له من النار، ونجاة من النار، وسترا له من النار، وفداء له من النار، اللهم اغفر له وارحمه وعفيه واعف عنه، اللهم اغفر لها وارحمها وعفها واعف عنها، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ثم ثوابا مثل ثواب ذلك الى ارواح والدينا ومشايخنا ووالدهم ومشايخهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشارق الارض ومغاربها. اللهم اجعل في وصائفنا وصائف والدينا والسادات الحاضرين ووالامه الجميع بالرحمه والرضوان، وادخلنا واياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. اللهم قوم بين القبر واللحود الى جنتك جنات الخلود، الى ظل ممدود ومن مسكوء فاكهه كثيره لا مطاط ولا ممنوع وفرش مرفوع، من الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نحن وإليك المصير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. ربنا تقبل منا أموالنا وأجرنا من صلاة ياسين قبل وأجرنا من ذكر الكيم وصلواتنا وتهليلنا ورجاءنا للمرحوم والمرحوم من آبائنا وأمهاتنا وجدائنا وجداتنا وعمل محمد وأخوانا وأخواتنا من مشايخنا وأفواه ابنهم وعمنا في هذه الليلة الجمعة المباركة من شر جمل الأول مبارك السميع العليم أتم علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. وانا فيها سبحان الله وبدأتنا فيها سنة أخرى وأنا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم منا ومنكم تقبل يا كريم بلن يضرب صدام عليكم.